استاذنك ناخد التليفون. مدام سهير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا قمر يا جميل يا عسل؟ الحمد لله. ده انا بموت فيكي ونفسي وبحاول ومش عارفه اوصل لك. ربنا يخليك يا رب، نورتينا والله العظيم. ربنا يكبر خاطرك زي ما انت جابره خاطر الناس كلها يا رب. امين. ربنا يا رب يرحم امك وابوك ويصلح حالك. ده انا بموت فيكي. ربنا يخليك يا رب. انا عايزه ادور عليكي عشان اشوفك واديكي بوسه يا حبيبه قلبي. يا ربنا ما عايزه سؤال ولا عايزه اي حاجه. ربنا يخليك يا رب، نورتينا قوي قوي قوي. ربنا اللي عالم حبي ليكي. كل سنه وحضرتك بالف خير يا رب، ومكالمتك على راسي من فوق. وجوزك ربنا يخليك. ويهدي سرك. ده انا مبسوطه قوي قوي ان انت رديتي عليا. على راسي، نورتينا. اي حاجه. يسلم راسك يا قمر. عارفه كل يوم بقعد اتفرج عليكي واكلم اقول ايه. انت تقولي انا عشت وكان ليا عمر. اشوفكم على خير. هتعيشي وتتهني يا قمر. اروح لك كده. ربنا يخليك يا رب. انا ربنا عندي 67 سنه بس بموت فيك. ربنا يديك الصحه وطوله العمر يا رب. مش عايزه اي حاجه الا ان انا اشوفك حلوه كده وسعيد. ربنا يبارك لك، كتر الف خيرك. سلمي لي على الشيخ مصطفى كده. ربنا هو سامع حضرتك اهو. عايز اقول لحضرتك احنا كلنا بنعز الاستاذه لميا الحقيقه، ولها طله طيبه وطله مباركه، ودائما تبعث فينا الامل دايما. يعني هو بيكلم حضرتك اهو. كلكم زي الفل. كلكم زي العسل. ربنا يخليك يا رب، كتر الف خيرك على مكالمتك. كل سنه وحضرتك بالف خير يا رب. طيب ناخد مدام فايزه. مدام فايزه اتفضلي. الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الشيخ؟ مع حضرتك اتفضلي. اتفضلي. ايوه يا عم الشيخ. اتفضلي تحت امرك. انا والله كنت في رمضان يعني ما كنتش قادره اصوم. حضرتك عيانه يعني مريضه؟ انا عندي 67 77 سنه. ربنا يديك الصحه يا رب. وعندي الكلى وعندي القلب وعندي الضغط وعندي السكر. ربنا يشفيك. يا بعد الشر عليك. الدكتور يعني قال لحضرتك ما ينفعش تصومي. ايوه الدكتور قال لي، بس انا احب استفسر. قلت الشيخ بقى اساله. طيب ايه السؤال بقى؟ ما هو انا هسال على كده. شوف إنه ايوه حضرتك ما صمتيش وبعدين عملت ايه؟ هل طلعتي كفاره ولا لسه؟ لا انا طلعت، بس يعني مش قادره على الكفاره. انا يعني حالتي كده على قد معاشي وكده. ايوه يعني حضرتك طلعتي كفاره ولا لسه؟ اه طلعت كفاره بس قليله، مش عارفه بقى صح ولا غلط. طب حضرتك فضرت ال 30 يوم كلهم؟ ايوه. ما انا يبقى لي سنتين الدكتور قايل لي ما تصوميش. طيب تمام. الكفارة اللي حضرتك طلعتيها المفروض عن كل يوم اطعام فقير واحد، اطعام مسكين، وجبة. حضرتك عملت كده يعني طلعتي 30 وجبة؟ لا انا طلعت فلوس. طلعتي فلوس يعني المبلغ اللي حضرتك طلعتيه لو قسمناه على 30 يوم ينفع انه يأكل وجبة في اليوم؟ انا طلعت 1000 جنيه. طيب حاضر. تمام. انا هجاوب حضرتك. طيب. تابعينا حضرتك. عايزة أشكر حضرتك الأول على الكلام اللي قلته. حقيقة والله يعني، والله ليس مجاملة حقيقة يعني، ليس مجاملة. كلامها صادق وكلامها محق وطلع من القلب. والحلقة كده بقت اتجبرت. الحمد لله. ربنا يكرمك ويحفظك ويرضيك يا رب العالمين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يعني أن الناس هم شهداء الله في الأرض. يعني اللي بيقولوه الناس في حقنا دي شهادة الله سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي قال هذا عاجل بشرى المؤمن. دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى بيعجلها لنا في الدنيا وبيبشرنا بيها في الدنيا، محبة الناس. وده أعظم حاجة، جبر الخاطر ومحبة الناس. فربنا يديمها على حضرتك. نعمة يا رب العالمين.